السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا. في هذا الفيديو يا طلبة سأتكلم عن المنحة الجامعية. هو أن المنحة الجامعية هذه السنة الجامعية 2023-2024 ستكون عبر تطبيق منحتي، يعني رقميا، ابتداء من 15 أكتوبر إن شاء الله تعالى راح يكون متوفر هذا التطبيق بإذن الله تعالى. في 15 أكتوبر رايح نشرح وأنه التسجيل يكون لجميع الطلبة، اتفقنا. بالنسبة للمنحة الجامعية كاين بزاف الطلبة يقول لي أستاذ كل شهر ولا كل 3 أشهر، هو أنه راهي كل 3 أشهر. أنا ما عنديش خبر تاع كل شهر، الأخبار اللي عندي هو أنه كل 3 أشهر. بالنسبة لليسونس 600 ألف، كانت 400 قلبوها 600. اي استفسار والله خليوا لي التعليقات اسفل الفيديو، لانه تاع كل شهر ما صرحتش بها يعني جهات رسميه. لو صرحت بها جهات رسميه لنشرتها انا، اما في حاله ما لم تصرح بها جهات رسميه راني ما ننشرش. اي استفسار والله خليوا لي التعليقات اسفل الفيديو، والى اللقاء.